ما بيشوفش إقبال كبير على دخول الملاكمة بعكس لعبات تانية كتير. المشكلة في الملاكمة أو انتشارها، عندنا مشكلة في عارف الإعلام، يعني حضراتكم دي أكبر مشكلة عندنا، إن الإعلام مش مهتم قوي بالألعاب دي، يعني مش مهتم بالملاكمة بالمصارعة برفع الأثقال. حضرتك طول الوقت أنت بتشوف القنوات بتجيب كورة بس، ولكن الملاكمة لا. فإحنا وجود قدوة، وجود قدوات في الملاكمة والناس والشباب تحتذي بيها للأسف مش موجود. فمحتاج يعني يحصل زي نوع من الدعاية الجيدة جدا للألعاب دي علشان تبتدي تنتشر. فدي أول مشكلة. تاني مشكلة هي مشكلة انتقاء. زمان كان فيه برضو عارف مدربين بتروح الصعيد، بتروح هنا بتروح هنا، بتنقل الأولاد من مراكز كشفين. الشباب كشفي. دلوقتي ما أصبحتش موجودة، يعني مش موجودة، مش موجودة القصة دي. ما هو المشكلة ان مدام ما فيش رعاية جيدة للملاكمين ومفيش دخل جيد للملاكمين ولأصحاب المهنة من المدربين بتوع الملاكمة، فطبعا هتبتدي تندثر. يعني النهارده المادة بقت هي اللي بتأثر في كل حاجة. فلو أنا النهاردة دلوقتي كمدرب مش بستفاد استفادة جيدة من تدريبي للملاكمة، أنا بقى مش هتعب نفسي وأسافر وأكتشف وأدور على أولاد، مش هعمل كده.